Well, first, the State Council very much is part of the Government of National Accord, as is the House of Representatives. أولاً، المجلس الأعلى للدولة هو جزء من حكومة الوفاق الوطني مثل مجلس النواب في طبرق الذي هو جزء من الحكومة شرق ليبيا غير المعترف بها. وقد أنشأ اتفاق الصخيرات ثلاث مؤسسات من المفترض أن تعمل معاً لاتخاذ القرارات الوطنية المصيرية، وعمد مجلس النواب في طبرق على رفض إقرار أي مبادرة أو اقتراح أو قرار لحكومة الوفاق الوطني لإعاقتها منذ بداية إنشائها. ولذلك فإذا رأيت رئيس مجلس النواب عجيل صالح مستعد للعمل مع فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني لحل المشاكل، فهذا تطور ضخم، ويعمل رئيس المجلس الأعلى للدولة مع كليهما، وهو تطور آخر مذهل، لأنهم يمثلون مجموعات وفصائل مختلفة ومناطق جغرافية متباينة ومؤسسات متعددة، وكلهم جزء من اتفاق الصخيرات، ومن المهم مشاركتهم الجماعية في هذه الاتفاقات.